الوليد بيت في الشارع من قبل حد شيء عايشة كيكة بالهواء. يا بابا يا بابا يا بابا تشويت والله تشويت. حب نقعد في شارع حبيب بورقيبة. حب تقعدي ما في شارع حبيب بورقيبة؟ شبيكي تحسك تعب؟ تعب ولا تعب؟ منيش تعب؟ مريضة ضحت على ساقي. ضحتي على ساقك والنط تبيك ربي. كيفية ضحتي؟ تما بقى حرشة ها؟ في المادة هكا ونين جيت ودترت مش ليك أنا فاطافة تجي مبلوطة. حليلي يا رب. ولا قلبي تبعس يا بنيتي مت وحيت تو توجع فيه في حالة في حالة في حالة. وعديت عليها ولا ما عديتش؟ عليها وعملوا لي تحليل البول وعملوا لي كل شيء وعطوا لي دواء وشيء. شنو هي بالك مكسورة ساقة؟ ما مش مكسورة. عملت لها التصويرة وقالوا لك ماهيش مكسورة ولا لا؟ اي عملوا لي. ايوه وانت علاش لهنا جاية؟ انا وانت علاش جاية قاعدة شارع حبيب بورقيبة؟ مش نورمال مورك في دارك على الأقل؟ ما عنديش دار. ها؟ ما عنديش دار. شنو ما عندكش دار؟ ما عنديش دار، لحوالي دار. بيت في الشارع. انت بطيشة في الشارع يا حاجة؟ يقولي في السفارة تاع إيطاليا ملوحة، ما ندريش يا روحي. والله في حالة والله في حالة. صغارك وينهم؟ ولاد مات ليك اهو. كيفاش؟ ما عنديش ولاد، عندي ولاد مات ليك اهو. ما عندكش صغار؟ وراجلك ميت ودارك ده نحوالي. وانت تبيت وترقد وتصبح في شارع الحبيب بورقيبة؟ اي احكي بالرسمية. والله كيما نحكي لك ما عندي كان ربي سبحان. فما عبادة وينسة جيت عاونتك على الاقل انت شنو مستحقة يا حاجة؟ دار حب دار نقعد فيها نقعد في الشارع حب نسكن في دار نقعد في الشارع. حب دار ما حشكش بفلوس؟ نحب الفلوس. علاش ما حشكش بالماكلة؟ اللي ما نجي ما ناكلهاش خلاص. لا حاجتك بماكلة لا بفلوس، حاجتك بدار. لا وخليني نقعد في الدار مرتاحة خير من نقعد ناخذ الفلوس ونتفزق في الهواء. لا بدلي بدلي يا بابا يا بابا يا بابا تشويت والله تشويت. ربي يعيشكم. احكي لنا شنو تطلب من الشعب التونسي؟ شنو تطلب انت من الشعب التونسي؟ الشعب التونسي ربي ينوب عليهم ويحييهم ويخليهم وبعد الولاد الحرام. هذا نطلب انا ان شاء الله ديما حيين بخير. ما تطلبش تقولهم عاونوني في دار؟ امهم واش عندهم سكي هم ارواحهم بالضبط. شوفوا كمية الاقتناع معناتها. قالت لك ربي يسترهم ربي يرزقهم. قلت لها تحبيش تطلبيهم في دار؟ قالت لي مام منين جاهم؟ ربي ينوب عليهم يا رب يا رب يا رب ينوب عليهم خويا المؤمنين الكل يا رب. وهذه الصبيه هذه البيه الغزاله يا ربي ربي يحفظك عيشك يا بيه يا غزاله ربي يشفيك وبقدره ربي الشعب التونسي ما يخليكش ان شاء الله يا رب. يا رب قدره ربي للي يعرف للي يقدر يعاون للي يقدر اي حاجه. ما طالبه شيء المراه هذه، طالبه كان دار كن فيها راسها. قالت لك ونقعد فيها على موت على حي حتى كي تموت تموت في دارها. الشارع داري وداري على الزغالي طلعوني منها. شكون طلعك منها؟ طلعتني من اختي ربي يحميني. حاجه انت تبيت لهنا؟ اي معناتها اللي يجي ومشي يعاونك يلقاك في شارع الحبيب بورقيبة. عليه دوحتي راسك كي قلت لك اللي يجي ويعاونك؟ ربي يعيشهم هم. أنا تعملي كله في الشارع خليني نسكت خير. أنا ما أشبك في بالك اللي أنت عزيزة وغالية. ربي هو العزيز. يا رب.
يا جماعة ميساج للتوينسة وميساج للمقيمين بالخارج، للشعب الجزائري، للشعب المغربي، للشعب الليبي، للناس اللي من كل بلاد، اللي يقدر يعاون المرأة هذه يعاونها. ما طالبة شيء، هي طالبة كان دار تكن فيها راسها. شوفوا المرأة ساقها مضروبة طايحة، قاعدة ملوحة لهنا، لا ماكلة لا شراب. كان حد جاء عطاها خبيزة كلتها، ما جاش حد. خلاص تاكليش جملة؟ جملة قهوة نشربها قهوة. علاه ما تاكليش؟ لي دخت بالشرق. علاه ما تاكليش؟ يجيبوا لي حر ولا ملح، ولا الطبيب حكم علي الملح لا والحر لا. تاكلي حلو؟ ناكل حلو ولا اش تاكلي؟ ما ناكل حتى شيء، عايشة كيكة بالهواء ولا قهوة نشربها بالحق. هكا هو يا بنيتي، ولا نحكي لك بجدي، والله نحب ناكل المكرونه ناكل ما فيهاش هي الوحده. شو تحبي تاكلي؟ ناكل مكرونه. تحبي تاكلي مكرونه؟ اي. حاره؟ لا مش حاره، ما نحبش الحر. تاكل مكرونه البيضه؟ اي. شوفوا احلامها، ربي يفتح لك وربي يسهل لك وربي يعيشك. محليك يا طف هيدي وزيل، انت وزيل، ربي يفضل في قلبي يا وزيل، ربي يحفظك يعطيك الصحه عايشه.